امبارح كان في حالة من الترحيب الشديد في الوسط الثقافي والفني بعد بروتوكول التعاون اللي تم توقيعه بالأمس بين المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة، واللي بيستهدف اكتشاف أكبر عدد من المواهب المصرية في كل المحافظات، وده من خلال حفلات وفعاليات كبيرة لدعم الفن الراقي وكمان ترسيخ الهوية المصرية. معنا على التليفون مشرفنا المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا استاذ حسام. صباح الخير يا استاذ مصطفى. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني عنوان كبير للبروتوكول وهو اكتشاف اكبر عدد من المواهب المصريه في كل المحافظات. ازاي هيتم العمل على ده من خلال بروتوكول التعاون اللي تم توقيعه مع وزاره الثقافه؟ خليني ابتدي بان انا اوضح ان يعني البروتوكول ده ممكن اقول انه تاخر في الظهور، لان احنا عندنا جوه وزارة الثقافة بروافدها المختلفة، سواء كان مسرح أو أوبرا أو معارض مختلفة أو فن راقي في مجالات مختلفة كثيرة، الفن ده كان بيوصل لمرتادي قصور الثقافة، مرتادي المسرح، مرتادي دار الأوبرا. إنما إحنا بنتكلم على كيفية وصول هذا الفن الراقي لكافة المواطنين في أنحاء مصر كلها، ويجوز كمان انحاء العالم العربي. ان النهارده لو احنا بنتكلم على فنان كبير او فرقه كبيره او اوركسترا ضخمه او عمل ثقافي كبير بيتعمل في مثلا في معبد في سوهاج، بيتعمل في معبد في الاقصر، كل هذه الاعمال الثقافيه كانت محصوره في ان الناس اللي بتشوفها هي الناس اللي بتحضرها. وبالتالي بقى في اهميه كبيره قوي، لان هذا الفن اللي احنا عندنا منه في مصر جرعات كبيره جدا وجرعات راقيه جدا من هذا الفن المحترم والاصيل، ان احنا نقدر نعرضها على كافه الشاشات المختلفه، فنقدر نصورها ونقدر ان احنا نعرضها. وبالتالي بدل ما الفعاليات بيشوفها او مسرحيه بيشوفها في المسرح 200 شخص 300 شخص، يقدر يشوفها ملايين. بدل ما في عمل ثقافي بيتعمل في القاهرة وفي ناس تانية موجودة في ربوع مصر مختلفة مش بيقدروا ان هم يشوفوه، نقدر النهاردة ان الشخص اللي موجود في الوادي الجديد، موجود في الصعيد، موجود في الدلتا، هيقدر يبقى بيشوف فعاليات كتير من الفعاليات اللي بتحصل على مسارح ودار الأوبرا، مسارح ودار الثقافة او دار الأوبرا. ده بيخلي المحتوى الثقافي اللي موجود على الشاشات المختلفة على التلفزيونات المختلفة يكون محتوى ثقافي قوي. الأهمية في هذا الموضوع إن مع وجود قصور الثقافة في أماكن مختلفة في جمهورية مصر العربية أو التغطية في المحافظات جميعا، نقدر نقول إن وزارة الثقافة تقدر إنها توصل بما يحدث في قصور الثقافة إلى المشاهدين المختلفين الموجودين في أماكن مختلفة. وبالتالي هنرجع للعنوان اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليه، العنوان اللي هو بيقول التشجيع الشباب وتشجيع ظهور المواهب المختلفة. لو أنا النهاردة عندي قصور ثقافة بتعمل مسابقات في ربوع مصر مختلفة، أنا أقدر أخد كل النتائج اللي بتطلع من دي وأطلع بيها من مسابقة أكبر، ويطلع بيها شباب أكتر، وتظهر لنا مواهب مختلفة في فنون كثيرة مختلفة، مش بس في فنون قاصرة على الحاجات اللي احنا اتعودنا نشوفها في المسابقات. لا، أنا ممكن يبقى عندي مسابقات أكبر بفنون أكثر. ليه؟ لأن وزارة الثقافة الحقيقة عندها روافد كثيره نقدر ان احنا نشتغل من خلالها. صحيح. طب ازاي هنعرض ده في القنوات المتحده؟ ده ربما ده السؤال اللي جه على ذهني اول ما شفت هذا الخبر. يعني انا عندي النهارده افلام روائيه مثلا قصيره، عندي مسارح، عندي اعمال في الاوبرا، هل هعرض يعني كيفيه العرض وهل في تصفيات وهنعرض على اي قنوات وهل ممكن ربما تخصص قنوات جديده لده؟ يعني كيفيه تفعيل هذا الامر هيكون ازاي يا باشمهندس حسن؟ خليني اقول لحضرتك ان 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 التفعيل طبعا هو دايما اسهل حاجه انك تاخد قرار، بس اصعب حاجه انك انت تنفيذ، تشتغل على اليه تنفيذ هذا القرار. اللي حضرتك بتقول عليه ده يعني كان مسار العمل جاد قبل الاتفاقيه ما تتعمل وتتمضي، ان من المؤكد ان احنا بنصور كل هذه الفعاليات. اختيار الشاشات او اختيار القنوات او اختيار هي
هتبقى موجودة فين؟ ده على حسب الموقف، على حسب انت بتخاطب مين، على حسب انت المناسبة ايه، على حسب حاجات كتير قوي. وده يعني بيدرس دراسة قوية، بيدرس مع المحتوى اللي موجود عند وزارة الثقافة، بحيث ان هو مش هيبقى قاصر على مكان واحد او على شاشة واحدة او على قناة واحدة، لا هيكون موجود على مختلف الشاشات المصرية، لان ده محتوى يعني انا يعني صحيح احنا عاملين اتفاقية ان المحتوى ده بتمتلكه مصر، وبالتالي ده محتوى لازم يكون موجود على الشاشات المصرية المختلفة. واحنا اللي احنا بنعمله ان احنا هنتيح هذا المحتوى للشاشات المختلفة، وده بيعمل مكتبة ثرية للقنوات المختلفة، بحيث ان في النهاية يبقى المحتوى ده موثق عندنا. يعني احنا عندنا فنانين كبار وفنانين عالميين وفرق عالمية بتيجي مصر، والفنانين بيعملوا حفلات كبيرة في مصر، ويعني الحقيقة انها مش متسجلة، مش موجودة في حتة. فالنهاردة بنعمل أرشيف كبير لكل الفعاليات الثقافية، وبرضو خلي بال حضرتك إن في فعاليات ثقافية مش بس طرب ومزيكا، في فعاليات ثقافية محترمة كبيرة جدا بتقيمها وزارة الثقافة، وتستحق إن المواطن يبقى على دراية بيها، لأن زي ما احنا عارفين كل ما تدي غذاء للروح من نوافذ ثقافية مختلفة، كل ما هتلاقي مردود كبير في تنمية الإنسان وتنمية الإنسان المصري على وجه التحديد. احنا شفنا المصريين يا فندم كانوا بيروحوا أبيدوس في سوهاج، وراحوا في قنا الدندرة عشان خاطر يتفرجوا على الأعمال الفنية دي، وحتى اتفرجوا على أعمال فنية لعلي الحجار وغيره وغيره. فإحنا النهاردة هنشوف الأعمال دي من بعد ما كان يمكن عدد أفراد قليلين بيتفرجوا عليها، ليه الملايين هيقدروا أن هم النهاردة يتفرجوا عليها؟ اللي حضرتك بتقوليه مظبوط 100%، وهو ده يعني يعتبر جزء كبير من الأهداف بتاعتنا. طيب هل في تنوع؟ يعني حضرتك ربما ذكرت المسرح وذكرت الأوبرا وذكرت المعارض، أنا عندي مثلا على سبيل المثال الأفلام الروائية القصيرة، عندي الأفلام الوثائقية، في ناس كتير جدا ربما محتاجة ده بس ما بتشتغلش تبع وزارة الثقافة يا باشمهندس حسام، هل هنقدر نستغل دول؟ دي مواهب يعني أيضا مصرية؟ يعني في فريق من العمل بيشتغل على المحتوى المختلف، وأعتقد الموضوع الأفلام التسجيلية والوثائقية موجود عندنا يعني في تركيز عليه، وعندنا وحدة كاملة للأفلام الوثائقية بتشتغل بهمة على ما يمكن ان احنا نحطه على الشاشات المختلفة، وما يمكن ان يكون في مكتبتنا كبلد محتاجة ان احنا نكون عندنا هذه الوثائقيات. هل هيكون في مسابقات فنية في المحافظات المختلفة لاكتشاف المواهب يا فندم؟ هو وزارة الثقافة بتعمل ده اصلا في قصور الثقافة المختلفة، فاحنا هنكمل مع وزارة الثقافة العمل في ان المواهب اللي بتطلع من المحافظات تظهر، ويبقى في مسابقات اكبر نقدر ان احنا نلم فيها كل هذه المواهب. باشمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، كل الشكر ليك وكل الشكر للشركه. يعني مجهود كبير قوي بيحصل في الحقيقه، وانه نقل المواهب دي عشان الملايين من المصريين يقدروا يشوفوها يتفرجوا عليها، دي من اهم الحاجات اللي في الحقيقه فرحتنا كلنا، ومن الاخبار الحلوه قوي اللي فرحتنا النهارده. والاجمل ان هي هتتيح ليهم ارشفه شغلهم، ودي الحاجه اللي ربما كان عدد كبير من المبدعين بيفتقدوها.